ده فنان يتقدم لواحدة بيقول لها ده فنان يعني ده ما عنده مستقبل من بالظبط كل كده النواحي، بالظبط كده. ف رأيك شنو في الحتة دي يا هيمة؟ ده اللي بيحصل، لكن ده ما الصح. رأيك؟ منطقهم شنو بعرف في ناس، رأيك؟ وبعرف ناس كتار جدا مروا بتجارب زي دي، فيهم الله اداه وفيهم الله ما اداه. ومن اي تجربه انا استفدت حاجه او عرفت المنتاليتي بتكون عامله كيف، واللي هي بترجع للزول ذاته همنه والحاجه اللي بيعملها دي شنو. يعني في اكس من الناس اتقدموا ورفضوه والموضوع انتهى على كده، في اكس من الناس اللي هو بيمارس نفس المهنه او نفس الحاجه ويتقدم، حصلت صراعات كثيره جدا واثبت لهم انه كل حاجه اللي بيعملها دي واحد ما حيخليها وهي اهال بتاع، وانه الفكره اللي انتوا خدتينها عن الحاجه دي غلط. ووسع ما شاء الله، اسعد الناس انا بعرفها. يا سلام. طيب بالنسبه لكم انتوا كسبعه افراد في نفس الفريق في اصوات المدينه، الهس المنتوج بتاعكم شنو؟ يعني مؤخرا في السنين اللي فاتت اللي انتوا قدرتوا تكونوا فيها فرقه، قدرتوا تتعاملوا او تطرحوا مفهوم جديد مختلف عن اللي قاعدين يسمعوه والمألوف بالنسبه للاذن السودانيه. في الست سنين اللي فاتت عندنا تو البومز، انتجنا البومين وعندنا اكثر من 20 سنجل. ما شاء الله ما شاء الله، ده غير الالبومين موجودات كلهم على كل البلاتفورمز بتاعت المزيكا الانترناشونال والسكوت. يا سلام. متوفر المزيكا بتاعتنا للناس وتلقاها. الانتاج بتاع الالبومز كان انتاج خاص بتاع اصوات المدينه، وان شاء الله الانتاجات الجايه برضه حتكون انتاجات خاصه. حنترقبهم تاني ان شاء الله. لما الله يقول جاكم ان شاء الله.